السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الدكتور أكرم الفارسي في برنامج صباحكم مبروك. اليوم اخترينا نهضروا على واحد الموضوع ديال الروماتيزم أو لا ألم مفاصل. يقولوا لي الناس البرودة كتنطلق عليه بزاف المسميات، دونك بغينا نفهموا شنو هما المشاكل ديال الروماتيزم اللي كيعانيو منهم الناس. المفصل هو واحد النقطة ديال تلاقي ديال جوج العظام، يعني ما بين عظم وعظم، باش تقدر تحرك الدات ديالنا. الله عز وجل خلق لنا المفاصل. المفاصل شنو كي المكونات ديالها؟ كاين السائل السينوفي، كاين الغشاء السينوفي، كاين الغضاريف، وكاين الاربطه. هادو هما المكونات ديال المفصل اللي كيغطيو اللي كيغطيهم اللحم والعصب باش نقدروا نتحركوا. هاد المفاصل هذه كتقدر تصاب بعض الاضرار، يا اما ميكانيكيه، يا اما نتيجه التهاب، او لا اللي يقدر يكون ناتج على مشكل ديال الروماتيزم او لا مشكل ديال التعفن. دونك بالنسبه للالتهابات اللي كتكون ميكانيكيه بحال المشاكل مثلا، هما التاكل ديال الغضاريف. التاكل ديال الغضاريف كنحسوا بهم خصوصا فين كنحسوا فيهم؟ مثلا على مستوى العمود الفقري، على مستوى العنق، على مستوى الظهر، او خصوصا على مستوى الركبه. يعني هادو هما المناطق اللي كيصيبهم لاكتوز بزاف. الانسان الوقيته اللي كيبدا يتحرك كيولي كيحس بحال واحد الاصوات على مستوى المفصل ديالو، كيقول لك الركبه ديالي كتخرشش عليا، الركبه ديالي كتبدا تتكوانس عليا، كتخوى بيا. هادو هما العلامات اللي كيكونوا ديال لاكتوز، وكيكونوا مع الحركه، يعني مشاكل ميكانيكيه. اما البروده او الروماتيزم، المريض كيقدر يحس بداك الالم واخا ما يكونش يدير شي حركه، يعني التهاب على مستوى المكونات ديال المفصل اللي كيؤدي بالالم، وهذا الالم كيكون خصوصا بالليل. هاد الامراض اللي كنسميوهم حنا بالدارجه ديالنا البروده او الامراض الباطنيه كتقسمنا بمجموعه من الاعضاء: القلب، الرئه، الجلد، الكيدي، المفاصل، الجهاز العصبي. دونك كيكونوا بزاف ديال الاعراض اللي كترافق الالام ديال المفاصل. خص المريض ملي يمشي عند الطبيب ديالو يهضر ليه على الالم ديال المفاصل، وهو غيوجهه باش يعرف واش الم ميكانيكي او التهاب ناتج على امراض باطنيه، وخصو يعطيه العلامات الاخرى اللي كيحس بها المريض باش يقدر يوجه التشخيص ديالو. واش عنده مشاكل على مستوى الجهاز الهضمي؟ الانسان كيعاني من شي اسهال، كنفكروا في الكخون او لا الغيكتوكوليتي موراجيك اللي كان وجود ديال الدم. واش عنده مشكل ديال الجلد؟ تقدر تكون صدفيه ولا مرفوقه بمشكل ديال الالم ديال المفاصل. واش عنده في صغره ولا قبل كان كيدوز المشكل ديال الحلاقم بزاف، ولا عنده لو روماتيزم ارتيكولار ايغو، يعني المفاصل ديالو ولاو كيقدروا يتقاسوا ليه بالبروده، ولا التصمامات ديال القلب كيتقاسوا ليه بالبروده. يعني الطبيب كيبقى يقلب على مجموعه ديال الاعراض اللي كتوجه المرض باش يقوم بالتشخيص ديال المريض. هناك مجموعه من التحاليل اللي كنقدروا نقوموا بها باش نوجهوا التشخيص ديالها، منهم لا في اس، منهم لا سي ار بي، منهم الانفاس. كيقدروا يديروا لنا الفرق ما بين الالم ديال المفاصل اللي كيقدر يكون ميكانيكي، او لا الم ديال المفاصل اللي ناتج على مشكل ديال الالتهاب. وكاين امور اخرى منهم ميكروبات تقدر تكون ضرب لي البرد، او لا عندي مشكل ديال تعفن في شي منطقه او لا شي جرحه، وهذاك الميكروب غيمشي من ديك المنطقه وغيمشي للمفصل وغيدير لنا واحد التعفن وغيعطينا نفس العلامات ديال الروماتيزم، غير هو كيكون في منطقه واحده. الوغ كو الروماتيزم اللي ناتج على امراض باطنيه كيقدر يقيس لنا في اغلب ديال الاحيان بزاف ديال المفاصل. الانسان اللي حس بهذه الامور خصو يمشي يتوجه عند الطبيب ديالو، يستشر معاه، يعطيه الفحوصات الراديوات يديرهم باش يقدر يشخص المرض ديال المصاب ويعطيه الادويه في الوقت المناسب، حيت كاين الله يستر بعد نوبات الامراض اللي كتمشي كتطور، كيولي لا ديستركسيون ديال داك الكارتيلاج، داك المفصل اللي كيقدر يتدمر وكتجعل عليه مثلا واحد لونديكاب، واحد عدم القدره على العيش بشكل طبيعي كما كان كيعيش قبل. كانت هذه النصيحه ديالي لكم اليوم، ودمتم بسلام ان شاء الله.